خير البنات، كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة بإذن الله. اليوم غادي نبارطاجي معكم واحد الوصفة زوينة بزاف كتعجبني، كنستعملها أنا بزاف حيت عندي الشعر جاف. كنصح بها للناس اللي عندهم الشعر معتدل حتى الجاف، وبالنسبة للناس اللي عندهم الشعر دهني فمن الأحسن بلا ما يستعملوا هذه الوصفة. هذه الوصفة متكونة من الملوخية والبامية. هاد البامية الفوائد ديالها لا تعد ولا تحصى. الدوماج ان بزاف الاشخاص ما كي ياكلوهاش، ما كتعجبهمش. سي بيان دوماج. الفوائد ديالها سي بلان دو فيتامين، فيها مواد غنية بالالياف، فيها فيتامين سي، فيها حمض الفوليك والعديد من مواد مضادة للأكسدة، فيها المعادن فحال الكالسيوم، ماغنيزيوم، الحديد. اش غادي نقول لكم، منجم صراحة من الفيتامينات. انا اليوم غادي نستعمل منها بلسم طبيعي رائع للشعر، كيعطي واحد ليتغاتاسيون بروفوند، واحد اللمعان للشعر. انا كنستعملها من شحال هادي وما نقدرش صراحه ما نقدرش نبخل عليكم بحال هاد الوصفه هادي، باسكو سي فريمون انكرويابل. واخا تجيب ليا صراحه اغلى دي ملوخ في العالم، نقول لك انا اعطيني غير الملوخيه والله يربحك انت، الله يزيدك. غادي ناخذ 7 الحبات ديال الملوخيه، غادي نوضعوهم في ماء سخون وغادي نخليوهم 10 ديال الدقائق، وحنا كنضغطو مزيان بالفرشات حتى كنخرجو مزيان ديك الماده اللزيجه. كنخليوها تبرد مزيان، وكنصفيوها وكناخذو ديك الماء ديالها هو اللي غادي نستعملوه. ناخذ ديك الماء اللزيج، انا عملته في هذه القرعه، نخليه حتى يبرد. غادي نحتاجو اوسي معلقه كبيره ديال العسل، معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، ومعلقه كبيره ديال زيت الكوكو. غادي نوضعوا هذا الماء اللي استخرجنا منها، غادي نوضعوه في هذا الاناء، وغادي نزيدو كاع المواد اللي عندنا. ها انتم البنات، هذا هو الخليط اللي حصلنا عليه. كنشبروه، كنوضعوه على الشعر ديالنا كامل، كنخليوه نص ساعة، كنغطيوه بيان سور بسلوفان، أحسن سلوفان، كنخليوه نص ساعة. من بعد كنغسلوه عادي بالشامبوان ديالنا، ومنعملوش ديمالوغ، صافي غير نغسلوه عادي بالشامبوان ديالنا. غادي تلاحظوا واحد الفرق زوين، غادي تلاحظوا واحد اللمعان، واحد ليدغاتاسيون زوين، الشعر كيرطب سبحان الله، وزوينه كطول حتى الشعر. وجربوها وردوا عليا، كنتمنى من قلبي زعما تاخذوا هاد الوصفه عن جد، زعما ديروها، وانا متاكده انا كنقدم لكم ديما الافضل، غادي تعجبكم. جربوها البنات وردوا عليا في التعاليق. هاد الكميه هادي ديال هاد القرعه اللي شفتو كتبقى سيمانه، كنعملوا هاد الخليط في الثلاجه. هاد الكميه نقدروا نستعملوها دو فوا بار سيمين، هادي راه دوزنا دو فوا بار سيمين، نديروه دو فوا بار سيمين، وبقاو به نص ساعه كما قلت لكم، وردوا عليا في التعاليق. كنتمنى لكم كل خير، وشكرا شكرا على التشجيعات ديالكم، على التعاليق ديالكم، كتفرحني بزاف، كتخليني ديما نجيب لكم الجديد، وديما نفرحكم كيما كتفرحوني. خليتكم بألف خير، وتهلاو في راسكم، وما تنساوش التعاليق التعاليق التعاليق. خليتكم بألف خير، باي باي.